السلام عليكم. ها جيت حطيت، اللهم صل على النبي، الفليفلة، حطيت البندورة، حطيت معلقتين مية بندورة ومي وحامض، وحطيت رشة زيت وحطيتهم كلهم فوق بعضهم البعض ودويت الغاز. هلا شو لازم اعمل؟ اللهم صل على سيدنا محمد. حط الصحن على يوم هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بتمحلها ما شاء الله. اوكي، اللهم صل على الحبيب محمد. هلا هذا الصحن معبيته مي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب امه وسخني. يا الله، الله يجعلنا من عذاب النار يا عزيز يا جبار. يا الله، كبستهم لتحت. هلا بس يغلو غلوتين، اذا الله راد بنقصه وهلا بغطيهم، ولا بس ليستووا اذا الله راد بإذن الله فرجيكم شو بيصيروا بإذن الله. يلا الله والنبي معكم في حفظ الله. السلام عليكم. الله يسعد مساكم وصباحكم يا رب. جاه الحبيب محمد، الله يرضى عليكم ونور طريقكم يا رب. اليوم اللهم صل على النبي، الله يرضى عليه وعليكم. ابو صديع حوش لي ورا عنب وحوش لي بقدونس، وهلا اذا الله رضى غسلتهم ونظفتهم وهن نضاف ما شاء الله، كان لانه الدنيا عم تشتي عليهم، بس برضو انا بحب اغسلهم وبحب نقيهم هيك، يعني بحب شيل العصفوصه اللي عليهم منها. المهم اللهم صل على النبي، هلا بدي اسلقهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بدي اسلقهم. بس تسخن المي بتحطي نقطه زيت، حبه ملح عليهم، بس يغير لونهم. اللهم صل على النبي، بس يغير لونهم بتشيليهم، ما بتخليهم، لانه الورق الاخضر ما بده غلي كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك دغري غير لونه لانه المي مغليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الكريم. كيفكم يا اخواتي؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله كلكم بخير ان شاء الله يا رب. اليوم اذا الله رب بدي لف ورا عنب اعمله بزيت. هديك اليوم عملناه بلحمه، اليوم اذا الله رب بدي اعمله زيت. هلا فرجيكم الحشوه كيف بعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذيك مني حاطه مي، هلا بحط مي. هلا الثاني ما شاء الله كان على هالورق، ما شاء الله كان على هالورق. اللهم صل على الحبيب محمد. حطهم كلياتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. دغري بنعملو. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما تنسوني، الله يرضى عليكم ويجبر خاطركم دنيا واخرة يا رب. الله يجبر خاطركم دنيا واخرة يا رب. اللي بتعمل لي لايك واللي بتكتب لي هالكلام الحلو، والله وحياة القرآن بنبسط من قلبي. الله يرضى عليكم ويسر امركم يا رب دنيا واخرة. لايك ومشاركة وهالاشياء هذه كلياتها، الله يرضى عليكم حبيبات قلبي. لكني عمله. اللهم صل على النبي. هلا بحط مي فوق منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. منهم كتار بس نعمة الحمد لله. يلا هلا بوقف التليفون شوي وبس ابلش افرم البقدونس ونقع الرز وخرط بندورة، فرجيكم كيف بعملهم. يلا السلام عليكم. السلام عليكم مرة تانية. حبيت فرجيكم. اللهم صل على سيدنا محمد. انا نقعت الرز وغسلته ونظفته. اللهم صل على سيدنا محمد. ما فيني دني فتح الكاميرا. هاي البصل طلعوا بشرتهم، وهي البندورة، وهي البقدونس. هلا شو بعمل فيهم اذا الله رد؟ بحطهم كلياتهم فوق الرزات. اكيد كلياتكم بتعرفوا الورق العنب كذا نوع بينعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الكريم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. طيب هلا بحط لهم. اللهم صل على سيدنا محمد. ملح وفليفله، وما بحط حامض ولا بحط زيت، بس ملح وفليفله. ولما بحطهم بالصينيه، لما بلفهم بحطهم بالصينيه بالطنجرة قصدي. اللهم صل على سيدنا محمد. بحط لهم حمض، بحط لهم زيت،
وبحط بطاطا من تحت بس شي وشي اذا الله. بس فرجيتكم كيف الخلطة. حط لنا رشة ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. هي ملح. اللهم صل على سيدنا محمد. هاي فليفلة ناعمة. هاي فليفلة ناعمة. اللهم صل على سيدنا محمد. ما في داعي يحط نعناع. بس لاغسل ايدي شوي. ايدي نظيفة. هلا كنت عم بفهم اذا قدرت هيك. بس انا سبحان الله فيني خصلة شو ما بعمل لازم اغسل ايدي. بسم الله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد نسيكم ان شاء الله بشهر. محليهم. اللهم صل على الحبيب محمد. اللهم صل على كامل النور. الله اكبر. خلصت من الشر. بسم الله الرحمن الرحيم. بس الايتين شفتي عنا. الله اكبر. اللهم صل على الحبيب محمد. ما عم تهدى من الشتي. الله اكبر. هلا بدي اعد لفهم اذا الله رضى. بس خلص لف فرجيكم كم ورقه اذا الله رضى وبعدين فرجيكم كيف بحطهم بالطنجره. يلا السلام عليكم يا احبائي المستمعين. السلام عليكم مره ثانيه. انا بدي بلش اذا الله رضى قعدت هون على ارض المطبخ. بلش لف اذا الله رضى. يعني ما فيني دني فاتحه الكاميرا لخلص لف. بس حفرجيكم كيف بلشت. بلشت لف اذا الله رضى. وهلا بس خلص من غير شرف افرجيكم كيف بيطلعوا. اللهم صل على النبي. هالرزات ما شاء الله كان. اللهم صل على النبي. هالرزات هون الورقات. وهلا الجوت. هذا الجوت بس ما حطيت فيه ولا ورقه. هلا لاني هلا بلشت اذا الله رضي. يلا الله معكم وبشوفكم بعد شوي اذا الله رضي باذن الله. الله والنبي معكم في حفظ الله. السلام عليكم مره ثانيه. خلصت لف. اللهم صل على سيدنا محمد. وخرطت البطاطا حط مشيت عليهم فليفله حر يعني وبصل ليكو من تحت. البصل ليكو. بسم الله الرحمن الرحيم. هالبصل وهالبندوره بدي احطهم على الوش. وهول الورقات طلعوا خير. الله اللهم صل على سيدنا محمد. هلا بدي ست فرن حطهم واحد بعضهم البعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. شو بتشتي عنا. الله اكبر.